احنا عرفنا اسباب الالتزام، انتقال الالتزام. في حاجه في القانون اسمها حواله الحق وحواله الدين. يعني ايه حواله الحق؟ يعني انا مالك عقار واجرت الناس وبعدين بعت هذا العقار، فبيحال الحق بتاع المالك الاولاني ليا انا المشتري الثاني، ويجوز ليا بعد الاعلان بحواله الحق طبقا لنص الماده 305 من قانون المرافعات ان انا اتعامل مع المستاجرين. بمعنى ان لو مستاجر تاخر في القيمه الايجاريه انا استطيع ان انا اطلب اخلاءه. وده هيخلينا نتكلم عن قانون الايجارات. قانون الايجارات اسباب الاخلاء وارده على سبيل الحصر في القوانين الاستثنائيه. المشرع من سنه 47 لغايه القانون 136 في اربع قوانين استثنائيه. القوانين دي بتقيد المالك ان هو يخلي العين حتى لو انتهت المده. اسباب ورده على سبيل الحصر في القانون 136، ايه هي الاسباب دي؟ الهدم للعقار، عقار وقع، التاخر في سداد القيمة الإيجارية، ما دفعتش القيمة الإيجارية وعمل لي تكليف بالوفاء قال لي أنت عليك فترة كذا وكذا، اترفعت عليا دعوة ولم أمتثل للتكليف بالوفاء، اترفعت عليا دعوة بالإخلة لتحقق سبب من أسباب الإخلة، وهي أول حاجة إيه؟ التأخر في القيمة الإيجارية. القانون منح المستأجر فرصة ان هو لغاية قفل باب المرافعة في الاستئناف ان هو يتوقع الإخلاء بالسداد للقيمة الإيجارية المتأخرة وما استجد منها والمصاريف الفعلية. وكده زي ما بنقول بالتعبير الدارج ده ليه سبقة. يبقى أول سبب الهدم للعقار، تاني سبب التأخر في سداد القيمة الإيجارية. ثالث سبب من أسباب الإخلاء في القوانين الاستثنائية التكرار في عدم سداد الأجرة. المشرع اداله فرصة يدفع القيمة الإيجارية ويدفع المصاريف الفعلية ويدفع ما استجد عليه وبيدي الدعوة رافض، ما بيخلهوش. لكن النهاردة أنت في نوع من التعنت من المستأجر والإهمال الشديد في ان هو يوفي بالتزاماته ويقوم بسداد القيمه الايجاريه. حكم المحكمه الدستوريه الصادر في 2018 اعتبر ان مجرد قيد الصحيفه بتاعه التكرار، يعني انا اتاخرت وتوقيت اتاخرت تاني ففي تكرار، مجرد رفع الدعوه وقيدها في المحكمه، هتروح محكمه شمال القاهره تأيد الدعوة وتاخد رقم، أصبح هنا السداد التالي لا ينفي حالة التكرار. كان الأول لغاية انعقاد الخصومة في دعوة التكرار تعلنه بالصحيفة وتعيد إعلانه. الهيئة العامة لمحكمة النقض اتفقت على إن التكرار يتحقق بمجرد إيداع صحيفة التكرار. خلاص؟ التكرار فاهمين التكرار ده هو كويس ولا خلي الاستاذ عادل يعيدها تاني؟ التكرار ده ما بيشترطش فيه الشروط بتاعت اول دعوه في الاخر من غير اعلان. ايوه يعني التكرار بالظبط كده، بتنعقد الخصومه في من تاريخ قيد الدعوه. مركزين مع الاستاذ عادل؟ السبب الثاني من أسباب الإخلاء قلنا التأخر في سداد القيمة الإيجارية. المشرع رحمة بالمستأجر اداله فرصة ان هو يسدد حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف، يسدد المتأخر ويسدد ما استجد ويسدد المصاريف الفعليه اللي بيحددها القاضي، يقول له انت عشان الزمت الراجل ده وتعبته ادفع 500 جنيه مصاريف فعليه.
التأخر في القيمة الإيجارية بيستلزم تكليف بالوفاء، والمشرع اعتبر التكليف بالوفاء ده جزء منفصل عن الدعوة. بمعنى إيه؟ تقول له أنا بكلفك بسداد مبلغ المتأخر وقدره كذا خلال 15 يوم، لو ما دفعتش خلال 15 يوم ولابد ان القاضي يبحث التكليف بالوفاء، لانه بيعتبر مرحلة منفصلة لا تقوم به الدعوة الا اذا كان صحيح. يعني القاضي الاول اذا كان بينظر في دعوة الإخلاء للتأخر في سداد القيمة الإيجارية لازم يشوف التكليف بالوفاء. التكليف بالوفاء صحيح، لو في زيادات في القيمة الإيجارية جاية في التكليف فلازم يفصل الأول في التكليف بالوفاء، بعد كده يشوف مسألة الدعوة. التكرار ما فيهوش تكليف بالوفاء، التكرار ما فيهوش تكليف بالوفاء وما فيهوش إنذار، مجرد إن أنا متربص عشان أخد الشقة اللي إيجارها 10 جنيه و15 جنيه في منطقة راقية، مجرد إن هو يتوقف أول درجة وتأخر شهر بيتحقق التكرار. مجرد إن هو يتأخر أكتب صحيفة الدعوة خلاص، وأقول المادة 18 من قانون 136 لسنة 81 بتتحدث على إن التكرار إذا تأخر ملهوش إنذار، ملهوش تكليف، ما بنبهوش زي دعوة الإيه؟ التأخر في سداد القيمة، ما بقولوش يدفع خلال 15 يوم، ما بكلفوش بالوفاء. واصلة لغاية كده؟ مجرد قيد صحيفة التكرار القاضي إذا تحقق إن في متأخرات بيقضي بإخلاء العيل لتحقق التكرار في حق المستأجر. وصلنا كده للتكرار؟ واصلة يا أستاذة؟ بس ثالث سبب إجراء تعديلات على العين بدون استئذان من المؤجر، وهذه التعديلات تحدث ضرر بالعين. وأي واحد مؤجر عايز شقته ممكن يروح يرفع دعوة يقول لك والله ده هو بدل ما يركب إزاز ركب سلك مش عارف إيه. لا، ده لازم الضرر ده اللي هيخلى بيه العين لازم يصدر بيه حكم. يعني لابد ان انا عشان اخد بالسبب ده ارفع دعوة باثبات ضرر، يجي خبير. وفي حادثة شهيرة في مدار رقصي، بنك من البنوك اشترى الدور الاولاني عشان يوسع، شال عمودين من عمدان العقار عشان يوسع ويعمل صالة، العمارة وقعت. فبيجي خبير يعاين ويقول إن السبب في التغيير ده إحداث ضرر. فعايزين نوصل لإيه؟ إن أسباب الإخلاء في القوانين الاستثنائية، يعني إيه القوانين الاستثنائية؟ يعني المالك لا يستطيع أن يخلي العين إلا إذا تحقق سبب من الأسباب اللي قلناها اللي هم الأربعة: الهدم، التأخر في سداد القيمة الإيجارية، التكرار، رابع حاجة إيه؟ استخدام أو استعمال أو إجراء تغييرات للعين بدون موافقة وإحداث ضرر. عمود الدعوة دي الضرر. خلاص؟ القوانين الاستثنائية دي لا المالك المؤجر يستطيع ان هو ينهي العقد بإرادته المنفردة، ولا يقدر يطلع المستأجر الا اذا تحققت الشروط دي. المشرع لقى ان ده فيه ظلم وغبن على المؤجرين، جه القانون 4 لسنة 96 اللي احنا بنقول عليه ان ده القانون المدني اللي بيطبق على العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر. واصلة يا ريس؟ القانون 4 لسنة 96 حرر العلاقة. يعني ايه حرر العلاقة؟ يستطيع المؤجر ان يحدد المدة،
ما كانش كده في القوانين الاستثنائيه. ما تقدرش تطلع المستاجر الا الاسباب الاربعه اللي احنا قلنا عليها، لكن القانون المدني الجديد اربعه لسنه 96 قال لك لا، ده في حرر العلاقه. يعني ايه حرر العلاقه؟ المؤجر يقول لك لا، انا هأجر لك سنه، هأجر لك سنتين، انتهت المده بدون انذار. الاول اتاخرت، ما اتاخرتش بيعمل لك تكليف بالوفاء. النهارده القانون اربعه لسنه 96 قال لك لا، المالك او المؤجر العلاقه حره، يحدد المده، يحدد المده ويحدد القيمه، عكس القوانين الاستثنائيه. كم قانون استثنائي؟ اربع قوانين استثنائيه. ملوش دعوه المؤجر بالمده، ملوش دعوه بالقيمه، بتيجي الجان تحدد القيمه الايجاريه. القانون اربعه قال لك لا، المالك يحدد القيمه الايجاريه ويحدد المده، ومبقاش في تكليف بالوفاء. مجرد انك يتحقق الشرط الفاسخ الصريح، في حاجه اسمها الشرط الفاسخ الصريح، بتتحط في العقود الوارده في القانون اربعه لسنه 96، اذا اتاخرت في اجره شهر فان الشرط الفاسخ الصريح يتحقق في حق المستاجر. الماده 158 مدني، اللي هي ايه؟ اثار العقد. اثار العقد، اذا اتاخر شهر واحد فتحقق الشرط الفاسخ الصريح. يعني ايه تحقق الشرط الفاسخ الصريح؟ يعني القاضي ملوش سلطه، حكم القاضي بيبقى حكم مقرر مش منشئ. بمعنى ايه؟ ان مجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح العقد بينفسخ من تلقاء نفسه. انت بقى مش هتروح تطلعه بالقوه او تجيب ناس وتطلعوه، لا، ده انت بتروح للقاضي عشان يصدر حكم تقريري. يعني ايه حكم تقريري؟ ان الشرط تحقق. خلاص. فالقانون المدني حرر العلاقه ما بين المستاجر والمؤجر. يستطيع المستاجر انه لا يستطيع المستاجر ان هو يقول لك لا، ما فيش مده، ده المده محدده والقيمه الايجاريه محدده. واصله لغايه كده؟ بس فدي من العقود اللي بتقع على عقد الايجار، فالقانون المدني حددها. لكن القوانين الاستثنائيه غل يد المؤجر عن ان هو يخلي الا اذا تحققت الاسباب الوارده على سبيل الحصر. في القانون بقى 6 لسنه 97 عايز يخفف من وطئه القيمه، رفع الايجارات بشرائح معينه. في حكم المحكمه الدستوريه، لان المحكمه الدستوريه حاسه ان في ظلم للمؤجرين، فاصدرت حكم بيطلق عليه حكم الحفيد. الحكم ده الصادر من المحكمه الدستوريه نشر في 14/11/2002. الحكم بيتضمن ايه؟ الحكم بيتكلم على ان لو المستاجر الاصلي توفى قبل 14/11/2002 يمتد العقد لزوجته واولاده، لزوجته واولاده ووالديه. ده قبل ايه؟ 14/11/2002. اكتب الحته دي. حكم صدر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية. ممكن تجيب الحكم ده. الحكم ده بيتضمن شقين: الحالة، حالة وفاة المستأجر، المستأجر قبل 14/11/2002 العقد يمتد للزوجة والأولاد والوالدين، ويطلق على المجموعة دي مستأجرين أصليين. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو الابن اللي امتد له عقد الإيجار توفى يمتد لابنه وزوجته. ده قبل كام؟ قبل 14/11/2002.
أما بعد 14/11/2002 يمتد برضو للطائفة دي، بس إذا مات الابن لا يمتد لمين؟ للأولاد أو الزوجة، يعني ما يمتدش للحفيد. ليه؟ لأن قبل 14/11/2002 كانت المجموعة اللي بيمتد لها العقد بيطلق عليهم مستأجرين أصليين، بمعنى أن هو لو توفى الابن ده وكان متجوز يمتد لزوجته ويمتد لمين؟ لابنه اللي هو الحفيد بتاع المستأجر ايه؟ الأصلي. طب بعد 14/11/2002 إذا توفى المستأجر الأصلي يمتد للزوجة والأولاد وكده، بس المرة واحدة بس، بمعنى ايه؟ لو الابن توفى لا يمتد لزوجته ولا يمتد للحفيد، لأن المحكمة الدستورية استشعرت أثر هذا الحكم وما طبقتهوش بأثر رجعي، قالت لك لا، في قبل وفي بعد. لو توفى قبل المدة دي 14/11/2002 يمتد للطائفة اللي نصت عليها المادة 29 اللي المحكمة الدستورية برضو حصرتها. كان الأول العقد ده بيمتد للمصاهرة والنسب والمساكنة، يعني انت لو جاي من ارياف او جاي من الصعيد ومعاك اخوك صغير كده وعملت عقد ايجار وجيت انت والعياذ بالله توفيت او تركت، بيمتد لاخوك. دي اللي هي المساكنة، بيعتبر في مساكنة. المحكمة الدستورية ابقت مجموعة وحيدة يمتد لها عقد الايجار اللي هي الاولاد والزوجة والوالدين، بشرط أن تكون ليهم إقامة قبل الوفاء والترك. وكانت المشرع كان بيشترط سنة مدة الإقامة دي، ألغى السنة. يعني لو بنت متجوزة وطلقت وهي مش حاضنة عشان يبقى ليها مسكن زوجية ورجعت بيت أبوها اللي هو المستأجر الأصلي وأبوها توفى بعد أسبوع، يمتد لها عقد الإيجار، لأن القانون اشترط عشان امتداد عقد الإيجار أن يكون في إقامة بقصد إيه؟ بقصد الاستمرار. وحتى محكمة النقض قالت لك أن يكون المسكن ده للي جاي عشان يمتد له يكون مغداه ومراحه. مغداه ايه؟ مغداه وايه؟ مراحه، يعني ده الهدوء بتاعه. يعني انا اخلص محاضرتي واطلع على بيتي هعمل اكل، هاكل، ده المكان الايه؟ يعني بعتبره موطن ليا. فعشان يمتد الاقامه لابد ان يكون متخذ المكان ده. ما في حاجه ليا انا؟ اسئله هرد عليها بعدين. فالمشرع والمحكمة الدستورية استشعرت هذا الخطر. كانت الأول بتشترط عشان يمتد عقد الإيجار إن يكون في سنة، بيشترط عشان يمتد عقد الإيجار إن بيمتد للحفيد ويوي. المحكمة الدستورية خففت وأبقت طبقة واحدة بس اللي هي الوالدين والزوجة والأولاد. اخر حكم بقى اللي هو في 2002 مساله ان لا يمتد الا للحفيد اذا كان بعد 14/11. المحكمه الدستوريه برضو اتعاملت مع الشخص الاعتباري. كان الاول ما تقدرش ترفع دعوه على يعني حكومه او وزاره التربيه والتعليم مستاجره منك وانت شخص طبيعي، مستاجره منك مدرسه، ما كانش بيعامل كأنه شخص طبيعي. لو شخص طبيعي وتأخر فيه أو توافر في حقه الأربع شروط اللي احنا قلنا عليها، التأخير والتكرار، يخلى. آخر حكم من أحكام المحكمة الدستورية اتعامل مع الشخص الاعتباري على أنه شخص طبيعي. إذا تأخر في القيمة الإيجارية، إذا قرر التأخر في القيمة الإيجارية، إذا غير واستعمل وسبب ضرر، ورغم ان هي حكومه
بيخلي العين.